الذي تقوم به الوزارة ولله الحمد من أعمال توافق ما في القرآن الكريم والسنة النبوية وفق فهم السلف الصالح ووفق فهم علماءنا الأجلة، العلماء الذين لهم ثقلهم ووزنهم والذين يؤخذ منهم يدعون إلى أن تكون مكبرات الصوت توصل الحق للناس ولا تؤذي أحد. ومن ذلك ما قامت به الوزارة من ضبط المآذن والأجهزة الصوتية بحيث لا يكون فيها إيذاء لأحد. هذه الوزارة ولله الحمد لا يصرف فيها ريال واحد يتحدى أنه يذهب عبث. أنجزنا كثير ولا نزال نتمنى المزيد ونعمل وفق توجيهات القيادة الرشيدة ولله الحمد.